صباح التفاؤل، صباح السعادة. ضيفي طبعا لهذه الحلقة الشاعر العماني سعيد السقلاوي، وأيضا الشاعرة القديرة روضة الحاج من السودان. يعني يلتحقون بالشاعر العماني سعيد سقلاوي من عمان، والشاعرة السودانية تلتحق بي من القاهرة. بداية صباح الورد أستاذ سعيد. صباح النور والجمال والمحبة والسرور. كيفك؟ كيف الأمور؟ كيف الجو عندك في عمان؟ الساعة كم الآن في لله. عمان؟ الآن في عمان تقريبا يعني في حدود 6:07 مساء. احنا في مطلع النهار أستاذ سعيد. ما شاء الله. أستاذ سعيد يلا تفضل. تفضل تفضل. أنا أريد أن أقدم سعيد السقلاوي لمتابعي برنامج هلا ديربورن، صوت الثقافة العربية من ميشيغان. كيف أقدم نعم. هذا الشاعر الكبير؟ تفضل أستاذ سعيد. أول شيء لازم ما دمنا نحن في الصباح فسنقول على عتبات الصباح أؤني وأنسى جراحي، فتزكو زهور الزمان بروضة روحي وراحي، يعمر قلبي يقين ويوقد عزمي طماحي. نحن يعني في هذا الصباح الجميل بوجودكم، على كل سعيد الصقلاوي هو شاعر من عمان، وهو من مدينة صور العمانية. محطاته الدراسية درس في عمان المراحل الأولى في الكتاتيب، ثم التحق بالابتدائية والمتوسطة والثانوية في الكويت، ثم أكمل دراسته الجامعية في مصر، ثم دراسته العليا أكملها في بريطانيا. هذا هو سعيد السقلاوي من حيث التعليم. أما من حيث العمل فهو مهندس معماري ومخطط مدن، وعمل في مديرا لتخطيط المدن في عمان، ثم فتح مكتبا للاستشارات الهندسية بعد يعني خروجه أو استقالته من العمل الحكومي. طبعا من الناحية، ولا زال يقوم بهذه الأعمال. من الناحية الثقافية فسعيد السقلاوي يعني يمارس العمل الثقافي التطوعي منذ أن كان طالبا في المراحل على مقاعد الدراسة وحتى الآن، فقد أسس مع زملائه نادي طلبة سلطنة عمان، ثم تأسس وأسس مع إخوته الآخرين النادي، كان في اللجنة التأسيسية للنادي الثقافي، ثم الآن هو يرأس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وهو نائب الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب. أيضا يعني قام بأعمال إعلامية، أعد وكتب وقدم برامج في الإذاعة، وكتب في الصحافة العمانية بشكل رئيس وبعض الصحافة العربية، ورأس مجلة تحرير ورأس تحرير مجلة السراج العمانية الثقافية. من حيث التأليف فله مجموعات شعرية عديدة، وله موسوعة في القلاع والحصون من 7 أجزاء، وله كتاب شعراء عمانيون، وله كتاب عن الشاعر شيخ الخليلي، ويعني يقوم الآن بإعداد كتاب آخر عن الشاعر هلال العامري. ترجمت أعماله الشعرية إلى لغات أجنبية عديدة، منها الفرنسية والإسبانية والإنجليزية. وأيضا كتب في شعره أطروحات أكاديمية ورسائل، ثم وألف بعض في شعره، يعني ألفت بعض المؤلفات، يعني نشرت كتب في شعره. هو أيضا كسعيد السقلاوي شارك في عدد من الكتب، منها كتاب عمان في التاريخ، وكتاب التراث الثقافي العماني، وكتاب تكريمي عن الشاعر الأمير خالد الفيصل. وهكذا سعيد السقلاوي يعني يقوم بدوره ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
وحقيقة حقيقة يعني هذا يعني غيظ من فيض يا أستاذ سعيد، ونحن طبعا هي سيرة موجزة، نتشرف بوجودك الله في يسلمك. هذه الحلقة، وأيضا نتشرف بوجود الشاعرة القديرة روضة الحاج التي ستلتحق بنا لاحقا في هذا نعم الصباح الجميل. نسمع فاصل نعم موسيقي ونعود أستاذ سعيد. معكم في برنامج هلا ديربورن، صوت الثقافة العربية من ميشيغان، وضيفي لهذه الحلقة الشاعر العماني القدير سعيد السقلاوي، رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. أستاذ سعيد، يعني أنا استرسلت وأنت تتحدث، وأنا يعني من قراء نصوصك الإبداعية، يعني من ترنيمة الأمل، أنت لي قدر، أجنحة النهار، نشيد الماء، وصايا قيد الأرض، وما تبقى من صحف الوجد، ما تبقى من نعم سعيد السقلاوي المهندس. المتبقي الكثير، نعم المتبقي الحمد لله الكثير، ما دمنا يعني على جناح الأمل والمحبة والعطاء فهناك الكثير المتبقي الذي ينبغي أن نتمكن بإذن الله من إصداره. أنا أتحدث عن ما تبقى من المهندس الذي أصبح شاعرا، خلع يعني خوذة الهندسة والقلم والمسطرة وأصبح يهندس. هو هذا المهندس يعني صنع كثيرا هنا في بلده، لأن أعماله كلها في عمان، نعم وقام بتصميم مشاريع كثيرة متنوعة في بلده، من الإسكان إلى المدن الصناعية إلى المصانع إلى المساجد إلى المكاتب إلى غيرها، فأنجز كثير من هذه المساهمات الهندسية في بلده، وهذا طبعا يعني أكد حضوره كمهندس، فضلا عن المشاركات العلمية بالمحاضرات وأوراق العمل فيما يتعلق بالهندسة والعمارة نعم وأهميتها، وخصوصا في مجال العمارة التراثية. نعم نعود إلى الشعر، لأن إحنا فضاءنا شعري، وأنت يعني تحلق في هذا الفضاء. يعني حينما تكتب الله يسلمك. القصيدة، هل هناك صلة بين يعني سعيد المهندس الذي يهندس ويبني وينشئ، والصور الشعرية وهندسة الصورة الشعرية؟ هو بلا شك في اللاوعي هذا لابد أن يظهر في العمل الإبداعي، والناقد قد يكتشف هذه الأشياء. نعم يعني من هذه الأشياء هو أن المهندس دائما يؤمن بالقوانين والأنظمة والأوزان، نعم وبالتالي فإن ما يكتب يعني يخرج من هذا المنبع. ثانيا المهندس المعماري دائما يؤمن بالجمال والإنسانية، لأنه يتعامل مع الإنسان، وبالتالي فتكون الأشعار في هذا الاتجاه. يعني علي محمود طه رحمه الله كان مهندسا معماريا، ولذلك غلبت عليه هذه الإنسانية الطاغية في أشعاره، وهكذا. فلا يمكن، يعني صعب أنك تفصل مكونات في شخصية الإنسان إنسان وفي عمله حلو وخبرته وتجربته حلو عن ما ينضح به إبداعه. أنا حلو لا أؤمن بموت المؤلف كما يقول لا، عمره أولمبارك طويل، بارك عمره الآخرون. طويل، عمره أنا طويل. منو قال هذا؟ منو قال المؤلف يموت وبعدين الرواية تموت وبعدين الجمهور هاي يموت؟ هذه الصيحات التي ظهرت في النقد العالمي نعم وتلقفها أيضا العرب، لكن نحن نؤمن بأن الإنسان جزء، يعني جزء من كل وكل من جزء، حلو فلا بد أن يكون الإنسان متكاملا في عمله وحياته وسيرته وإبداعه. حلو وكل الكتاب عبر التاريخ وهم يعني صنيعة ذلك التماهي حلو بين مسيرتهم الحياتية وإبداعهم الناضح للوجود. حلو حلو جدا جدا. احنا نسمع هذا الفاصل الموسيقي، بس انتظر منك يعني شذرة إبداعية أستاذ سعيد بعد الفاصل الموسيقي. تفضل. إن شاء الله. حب
صباح التفاؤل، صباح الورد، صباح الشعر، صباح الجمال مع الشاعر سعيد السقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. أستاذ سعيد، هل لنا بقطفة من ثمار الإبداع؟ قصيدة بعنوان قلوبنا عيون، أي نص قصير. نلتقي قلوبنا عيون، تقرأ الحروف للحروف، تسكب الكلام في الكلام، تكشف الزمان للزمان، والرؤى شعيلة الفتون، سرها يستنطق السكون. نلتقي جفنين يحذيان، شوقنا المسكون بالدوام، نلتقي جفنين يهذيان، شوقنا المسكون بالدوام، عطرنا رسائل الوجود، صمتنا حدائق الكلام، همسنا جداول الوعود، حبنا يفيض بالنهار، ملؤنا الغناء والورود، والمنى عشب وجل نار. الله الله، صح لسانك، صح لسانك أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، يعني شكرا. الذي يقرأ نصوصك الإبداعية يجد التساق واضح في بالطبيعة، نشيد الماء، أجنحة النهار، ونجد أيضا الصلة القدرية بالمرأة، أنت لي قدر، صح؟ يعني ما دور المرأة في حياة سعيد السقلاوي؟ يعني المرأة الأم، يعني المرأة الوطن الملهمة، تفضل. احنا اليوم في عمان عندنا، يعني هنينا المرأة بعيدها. اليوم عندنا في عمان 17 اكتوبر، دائما نحتفل بعيد المرأة في عمان. فنحن يعني المرأة بالنسبة لنا هي الحياة، ولم يخلق آدم لوحده، بل خلق هو وحواء. وبالتالي مد الحياة عبر ذلك الزمن وإلى المستقبل، امرأة ورجل، ذكر وأنثى، حياة مستمرة يصنعانها، وحضارة مستمرة يقدمانها، وتعاقبت عليهم الأزمان، وتغيرت الأمكنة، وصار ما صار في الوجود، ولكن بقي الإنسان، المرأة والرجل. حلو حلو. فبالتالي المرأة هي يعني صانعة الحياة بالنسبة للرجل. حلو حلو. والرجل هو صنيعة هذه المرأة، صنيعة حضارة المرأة. المرأة تصنع الإنسان، والإنسان يصنع الحضارة، وتصنع الرجل، والرجل يقوم بالمساهمة في صناعة الحضارة. فبالتالي تكون المرأة صانعة هذه حلو الحضارة. حلو. أردت أعرج على دورك كرئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، الإصدارات، الجوائز، ممكن يعني نبذة عن هذا الشيء أستاذ سعيد؟ بالنسبة لي أنا أو نعم. بالنسبة نعم. لي اللي يعني لا، أنا الحمد لله منذ أن بدأت أكتب الشعر نعم. في المرحلة المتوسطة نعم. وحصلت على أول جائزة وأنا أشارك في مهرجان الشعر الذي كانت تنظمه وزارة التربية والتعليم الكويتية. نعم. وفي وجودي في الكويت حصلت حوالي وأنا طالب أكثر من حوالي خمس جوائز بالمراكز الأولى. ثم يعني في حصلت أيضا على تم اختيار النشيد الوطني العسكري الذي أنا كتبته لسلطنة عمان كأفضل نشيد من بين الأناشيد التي تقدمت إلى هذه المسابقة وإلى هذه المنافسة. حلو. ومسابقات كثيرة وجوائز عديدة. نعم. مثلا نعم. في الهندسة حصلت على جائزة، أو مشروعي في جبرين، مشروع الإسكان الاجتماعي في جبرين، حصل على جائزة وزراء الإسكان العرب. وهكذا يعني، فهناك جوائز عديدة يعني وكثيرة. ولذلك أنا ما حتى في سيرتي الذاتية لا أفصلها، إنما أجملها حتى يعني
أستاذ سعيد أشكرك جدا، بس أيضا أريد أن أعرف يعني نبذة عن الأنشطة الثقافية اللي تقوم بها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء العمانيين. الجمعية العمانية طبعا هي تأسست عام 2006، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وهي تقوم بأنشطة كبيرة، تقوم بدعم الكاتب، تطبع للكاتب كتبا مجانية، وأيضا تقوم بعمل بتقديم جوائز الكتاب من خلال جائزة الإبداع، تشارك الكتاب العمانيين في الفعاليات المحلية والفعاليات الدولية، وتقدم الخدمات يعني كثيرة لهؤلاء الكتاب، وهذا طبعا دورها وواجبها، وهي تسعى إلى تطوير أنشطتها في الأيام القادمة بالتشارك والتعاون مع أيضا الجمعيات والأسر الكتاب والأندية والروابط الأخرى في الوطن العربي والاتحادات الأخرى، وهي عضو في اتحاد كتاب العرب وعضو في اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وعندها مشروع للترجمة لترجمة الروايات العمانية أو الروايات الفائزة في مسابقة الإبداع العماني، وخصوصا أن هناك تجربة ناجحة يعني من خلال الترجمة قدمتها، أو يعني من خلال حصول جوخ الحارثي على جائزة البوكر، نعم وهي نفس الرواية التي كانت فائزة بالمركز الأول في الجمعية العمانية قبل حصولها على اها البوكر، حلو حلو فبالتالي في اها نسختها الإنجليزية، اها حلو فبالتالي يعني هذا يعطيك ثبات على أن الكاتب في عمان، السارد في عمان، لديه القدرة لأن يكون كاتبا يعني عالميا وكاتبا مقروءا على المستوى العالمي. لازلنا مع ضيفنا الشاعر القدير سعيد الصقلاوي. أستاذ سعيد، في نهاية هذا الحوار أحب أشكر حضرتك، وإذا عندك يعني نص شعري قصير يا ريت. طيب، أنا أشكركم جزيلا أولا، الله وأختم يحفظك. هذا الحوار بنص شعري بعنوان ماء الصمت. اتفضل. شربت ماء الصمت جرعة فجرعة، لبست الانتظار، ونظرتي تمزقت تبعثرت على المدار، وآهتي ذكرى الرماد والغبار، قصصت بابتسامتي توجس الظلال وانكسارة المرآة وانطواء موعد المزار، سحبت موجة الدجى إلى سواحل النهار، فصرت مثل ما أود مطلقا أجنحتي بلا حصار. الله الله، هي أحس هكذا شكرا يعني شكرا دافق. لكم جزيلا على هذا عزيزي اللقاء عزيزي أنت وهذه يعني، الاستضافة، وحقيقة أنا أريد أن أحيي فيك هذه الشعرية الباذخة أستاذ سعيد، يعني أنا مسرورة أنه تكون شكرا ضيفي جزيلا. لهذا اليوم، وأشكرك جدا، وإن شاء الله إلى لقاء إلى لقاءات قادمة. تحياتي عزيزي، تحياتي، مع السلامة. بإذن الله، شكرا لكم جزيلا، أتمنى لكم التوفيق. تحياتي، مع السلامة.